للوقوف عند الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان بعد انهيار الليرة أمام الدولار، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحامي ورئيس منظمة ليف الحقوقية نبيل الحلبي. أستاذ نبيل، السلام عليكم. يعني لا يخفى على أحد الغضب الشعبي يتفاقم في لبنان، وهناك تأكيد على استمرار الحراك الشعبي الرافض للأوضاع المعيشية إضافة إلى انهيار الليرة اللبنانية، لكن إلى أي مدى ترى أن هناك من يحاول أن يؤجج الوضع في لبنان؟ يعني بداية، وعليكم السلام. طبعا يعني الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهار في لبنان يعني متوقع، ومتوقع أن يتفاقم يعني في الأيام المقبلة، وخاصة بأن جميع السبل والخيارات باتت مقفلة أمام الجميع. نحن نعلم بأنه كان اليوم يعني رئيس المكلف سعد الحريري على قاب قوسين أو أدنى من الاعتذار، أعتقد بأن اعتذاره سيكون خلال الساعات القادمة، ولكن هذا يعني في حال شكل الحكومة أو لم يشكل الحكومة لن يأتي بأي نتيجة مرجوة، لن يستطيع الدفع بالدول، المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية المانحة لمساعدة لبنان، نظرا لسياسة الحكومة اللبنانية التي يهيمن عليها حزب الله تجاه الأخوة العرب، وخاصة موضوع يعني تصدير المخدرات مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، وإساءة استخدام الأراضي اللبنانية من أجل العدوان على سوريا والعدوان على الغير في المنطقة. أستاذ نبيل، أشرت إلى نقطة مهمة جدا. يعني هل موضوع تشكيل الحكومة سيحل الأزمة في لبنان أو سيخفف من وطأة هناك شروط؟ نعم. هناك شروط وضعتها المبادرة الفرنسية، وهي مبادرة دولية في الأصل، طيب، ولكن حملها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان. هذه الشروط يعني أولا تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن الطبقة السياسية، بداية يعني من حيث الشكل، رئيس سعد الحريري هو جزء من المنظومة التي حكمت لبنان في السنوات السابقة، طيب، وهو جزء من منظومة الفساد التي عاتت خرابا وفسادا في لبنان مع شركاء آخرين سواء ميشيل عون أو حزب الله أو حركة أمل أو الذين يهيمنون على السلطة منذ عقود. هذا الأمر يعني يعلمه الجميع. إن لم يكن هناك حكومة اختصاصيين ومستقلين عن هذه الطبقة السياسية التي أغرقت البلاد بالمديونية وأوصلتها إلى الانهيار، لم يكن هناك أي حل. يعني لو فرضنا إذا شكل سعد الحريري غدا الحكومة، ما الذي سيتغير؟ الدول العربية لا تتعاطى مع لبنان، هناك شروط تضعها، ولا يستطيع أي شخصية في لبنان من ضمن الأسماء المتوفرة أن يفرض على حزب الله شيء. هناك طغيان، هناك سيطرة وهيمنة كاملة لميليشيا حزب الله على لبنان، والأمر معروف عند الجميع وعند جميع الدول والصناديق المانحة والدول المانحة. فهذا الأمر لن يغير شيئا في حال تشكلت حكومة أم لا تتشكل حكومة برئاسة سعد الحريري. هل إذا تشكلت الحكومة أستاذ نبيل، واضحة، هل إذا يعني نعم، نحن جئنا على ذكر المبادرة الفرنسية، يعني ماكرون الرئيس الفرنسي يعني أعطى فرص كبيرة جدا في الطبقة السياسية، بالرغم من أنه من أنها يعني تعرضت لانتقادات منا ومن جميع شرائح المجتمع المدني في لبنان الراغب بالتغيير، كأنه نحن ننظر إلى الرئيس الفرنسي بأنه كان يحاول تعويم هذه الطبقة السياسية، وبالرغم من ذلك لم يصدقوا معه. يعني بالرغم أنه حاول تعويمهم لم يصدقوا معه، وهو حزب الله يقوم بنشاط إجرامي عابر من الحدود وفي باريس بشكل خاص مؤخرا. يعني هذا الأمر لا يمكن، لا يستطيع لبنان الخروج من هذا المأزق قبل حل عقدة حزب الله بالدرجة الأولى، وإعطاء يعني أو تسمية شخصية تحظى بالثقة الدولية، لا سيما ثقة الصناديق المانحة، طيب، لأن ما يحتاج لبنان هو الثقة، إعادة يعني ترميم الثقة الدولية والعربية به، وهذا الأمر حتى الساعة غير متوفر. أستاذ نبيل، من يقف يعني حائلا أمام تشكيل حكومة تكنوقراط كفاءات في بيروت، خاصة إذا ما علمنا
أن حزب الله متشبث بوزارة المالية، بدقيقة لو سمحتم. يعني الموضوع لا يتعلق بوزارة المالية، هذه العقدة تم حلها منذ أشهر. العقدة تتمثل أولا بأن ميشيل عون يصر على حصص لتياره، ويعتقد بأن سعد الحريري رئيس الحكومة هو شخصية غير مستقلة، وبالتالي إما أن تكون هذه الحكومة بكاملها غير مرتبطة بالمنظومة السياسية، وإما أن يشترك جميع أفراد هذه المنظومة داخل الحكومة، وهذا الأمر يتعارض مع الشروط الدولية. لذلك العقدة تتجاوز موضوع الوزارة المالية. سعد الحريري هو رئيس تيار المستقبل، وهو جزء من المنظومة السياسية التي أوصلت البلاد إلى الخراب، وهو شريك ميشيل عون وشريك حزب الله وشريك حركة أمل في تدمير لبنان وأفلاسه، وبالتالي هناك شروط غير متوفرة حتى الساعة. نعم، لا تتعلق الأمور إلا بمحاصصة بين هذه المنظومة، وهذا الأمر لن يحل أي أمر ولا يعيد الثقة الدولية بلبنان. من إسطنبول المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، شكرا جزيلا لكم.